آلاف الصينيين تظاهروا أمام مقر الحكومة في هونغ كونغ مطالبين بتكريس الممارسة الديمقراطية والحصول على مزيد من الحريات السياسية من بكين، معتمدين في ذلك العصيان المدني الذي ما فتئ يتصاعد. وتحت عنوان احتلوا المركز بكل حب وسلام، بدأ المنظمون اعتصامهم أمام مقر الحكومة، وكانوا خططوا في الأصل تنظيم اعتصام حاشد لشل حي الأعمال النابض في المدينة، لكنهم حولوا وجهة تظاهر ليستغلوا زخم مظاهرات طلابية أمام المجمع الحكومي الذي جلب آلاف المحتجين خلال الليلتين الماضيتين. وجرت صدامات بين المحتجين والشرطة التي حاولت منعهم من التقدم مستعملة غاز الفلفل لتفريقهم، وأوقفت العشرات منهم. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات حرة عام 2017.